أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. عظيم وبلغ رسول الكريم محمد من الشهيدين. باسم جمعية الرسالة وإحياء لليالي رمضان، نستضيف في هذه الليلة شيخنا الفاضل الشيخ ناصر الموري حفظه الله، والحمد لله أنه قبل دعوتنا هذه. طبعا هي تتمة لموضوع بدأناه منذ سنوات حول تاريخ المذهب الإباضي، فقد وصلنا الرحلة مع الشيخ منذ نشأة المذهب أو أصل التنشئة، ثم طرقنا إلى الحركة الإباضية في عمان وفي زنجبار، ثم تنقلنا بالشيخ إلى الدولة الرستمية وتاريخ الأئمة الرستميين إلى نهاية أو إلى سقوط الدولة الرستمية. فسيتفضل الشيخ حفظه الله بمواصلة هذه المسيرة مع ما بعد الدولة الرستمية، أي عند نزوح الرستميين إلى وادي ميزاب أو انطلاقا من السدرات إلى وادي ميزاب. إذن وبدون إطالة نظرا لضيق الوقت، يتفضل الشيخ حفظه الله لمواصلة هذه المسيرة. فقط فأنا ألح باسمكم جميعا أن هذا الموضوع
لا نستطيع أن نتم في هذه الجلسة أن يعدنا الشيخ بأن يواصل أن يعدنا بموعد آخر ليس في رمضان، ليس بضرورة أن يكون في رمضان بل في أيام أخرى إن شاء الله. فليتفضل الشيخ بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه المسيرة العطرة العامرة الزكية، مسيرة أهل الحق والاستقامة، وهي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال وأعمال أهل السلف، سلف هذه الأمة الذين أخذوا الدين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال جابر بن زيد الذي قال: أدركت 70 بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر، ويعني بالبحر عبد الله بن عباس. وقد أدرك من الصحابة عددا لا يحصى، هذا أهل بدر الذين هم بقيتهم 300 بعد موت الشهداء أو 299، أدرك منهم 70 بدري فحوى فجمع ما عندهم من العلم، يعني من الروايات والدرايات. هذا أستاذنا وشيخنا وإمام مذهبنا وواسطتنا، بل عقد، واسطة العقد الذي يربطنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه ناس آخر كثيرون من كبار التابعين أمثال أبي نوح، صالح بن نوح الدهان، وأمثال عبد الله بن إباض، وأمثال أبي بلال مرداس بن حدير، وأمثال عروة أخي أبي بلال، والحارث أخي أبي بلال من كبار، وزيد بن حصن الطائب اللي هو صحابي، وعبد الله بن وهب الراسبي صحابي، وحرقوس بن زهير السعدي صحابي. هؤلاء مشايخنا وأسلافنا. وكما علمتم وما هو مسجل عندكم أننا انتهينا حيث انتهت نهاية الدولة الرستمية لأمر يريده الله، وما من دولة إلا ولها شباب وكهولة وشيخوخة وفناء. وليس هذا مطعن ولا منقصة ولا غضاضة في كون الدولة الرستمائمة الرستميين على صراط مستقيم، مش غضاضة. وإلا فلو قلنا أن هذه غضاضة في حقهم، فماذا نقول في دولة الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استمرت 30 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهت وطويت؟ إذا كان دولة رستمية 106 ولا 37 سنة، فماذا نقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 30 سنة وانتهى أمرها وانقلبت إلى ملك عضوض تتلاعب به أو تتقاذفه صبية بني أمية كما يتقاذف الصبيان الكرة؟ إذن هذه ليست غضاضة أبدا. وهكذا، والحقيقة الشيء الذي وقع من التنافس على الإمامة في أواخر الدولة الرستمية وبالضبط في 10 سنوات أو 12 سنة آخر دولة الرستمية، هذا هو العهد الذي وقع فيه التنافس بين أبناء اليقظان الذين قاتلوا عمهم ليأخذوا
أبناء اليقظان الذين قتلوا عمهم ليأخذوا الملك بعدهم، فلم يدم لهم ما أرادوا إلا 10 أو 12 سنة. هذا أبو عبيد الله الشيعي الذي قضى على كل الدول التي في شمال أفريقيا، وليست فقط دولة رستومية، الدولة الرستومية والدولة الأغلبية وبقايا يعني أمراء العباسيين في مصر، وأسس دوله الشيعية. لما هجم على طهرت ووجد أبناء اليقظان وقبل أن يقتلهم، قال للأمير في من أنت؟ فقال اليقظان. قال لا، بل أنت الحيران، اليقظان ابن أبي اليقظان. قال بل أنت الحيران، قال قتلتم عمكم تنافسونه على الملك، قتلتم عمكم وأطفأتم نور الإسلام. اعترف أن الدولة الرستومية نور الإسلام. قتلتم عمكم وأطفأتم نور الإسلام لأجل التنافس على الملك، أنت الحيران. وقتلهم ولم ينجو من القتل إلا عمه الإمام أبو يوسف، الإمام يعقوب، ابن أبي اليقظان، محمد ابن أفلح، ابن عبد الرحمن، ابن عبد الوهاب، ابن عبد الرحمن الرستمي. هذا لا قصة نجاته، ذهب بمن بقي من أهل بيت الدولة الرستمية إلى سدراتا، ونزل على سدراتا على عالمهم وشيخهم أبو صالح جنون ابن يمريان رحمه الله، كان شيخ عالم وشيخ قبيلة، شيخ أهل سدراتا أبو صالح جنون بن يمريان، فنزل عليه ضيفا مكرما وبقي هنالك عائشا يعني مدة حياته عنده حتى أدركته المنية، ودفن هنالك في مقبرة أبي صالح، وقبره معروف يزار، قبر الإمام يعقوب الرستمي آخر الأئمة الذين هم على حق، بعده أبو حاتم نعم حتى هو على حق، ولكن الذي بقي يعني على قيد الحياة وبقي ذريته موجودين إلى اليوم، هم موجودون في ورجلان عائلة أفلح أو بافلح، وموجودون في بنورة كذلك فرع منهم في بنورة، كذلك يحملون لقب أفلح، الذين ينتمون إلى هذه العائلة الرستمية. أما الذين في طهرت قضي عليهم. إذن فقط في 12 سنة أخيرة هم 85، يعني من 85 إلى من 160 إلى 285 كلهم أئمة حق، لم يتنازعوا ولم يتنافسوا عن الملك، وبوع لهم من طرف أهل الحل والعقد من العلماء والشيوخ والمشايخ، شيوخ العلم وشيوخ العشائر، إلا من 85 لغاية 96 وقع التنافس، وكان سبب لنهاية هذه الدولة لما هبت عاصفة العبيديين الشيعة. وبعد ذلك في القرن الرابع كان قرن المحاولات، كان أصحابنا يحاولون استرجاع الإمامة الرستمية بالقوة بالجهاد، ولكن المحاولة لم تنجح. والقائمون على هذه المحاولة 3 من علماء مشاهير كانوا هم القوات لهذه الحركة، أولهم أبو خزر يغلى بن زلتاف أو يغلى بن أيوب، إنما زلتاف جدته كانت امرأة مشهورة بالخير فنسب إليها زلتاف، وما هو يغلى بن أيوب، وأبو نوح سعيد بن زنغيل، وأبو القاسم يزيد بن مخلد الحامي من الحامة جنوب تونس. هؤلاء كانوا قائمين على هذه الحركة التي استمرت قرابة قرن ولكنها لم تنجح لأمر أراده الله،
ولأنه دخل في مجموع لا 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 المجموع المتجمهر معهم لمحاربة العبيديين، دخل معهم في هذا المجموع ناس الله يعلم بمقاصدهم، أما لو كان مقصدهم إحياء إمامة وإحياء أهل الاستقامة كانوا ينجحون، ولكن ناس ربما بعض منهم يريدون الدنيا ويريدون الملك، فكان فيهم هذا ضعف ولذلك لم ينتصروا، ولا غرض في هذا. وقد وقع هذا حتى في 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 جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين إذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قد يقع هذا. فلما طوي هذا القرن كما تقدم أن تكلمنا فيه، فلما طوي هذا القرن بما فيه أهل القرن الخامس، وفي مستهل القرن الخامس بل في أواخر القرن الرابع فكر علماؤنا أن يجعلوا عوضا عن الإمامة، إمامة الظهور المفقودة والتي لم يعد لهم رجاء في استرجاعها، فكروا أن يجعلوا عوضا عنها إمامة العزابة، إمامة الحلقة، حلقة العزابة. فكروا في هذا، وممن فكر في هذا أبو عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر الفرس الطائي النفوسي رحمه الله، ومن معه، وكان محمد أبو عبد الله محمد بن بكر هو أصله من جبل نفوسة، كان يدرس في جبل نفوسة، وكان يدرس في علماء جبل نفوسة الذين بقوا أحياء بعد معركة مانو، ومعركة مانو قريبة من طرابلس على البحر بين الإباضية والمغاربة والأغالبة، بين الإباضية والأغالبة وقعت معركة كبيرة 283، فكانت سببا في انقضاء قوة الرستميين، لأن قوة الرستميين تكون من جبل نفوسة، ولكن قتل بشر كبير في هذه المعركة 12,000 قتيل من أصحابنا في معركة، وقتل من غيرنا كذلك عدد كثير، معركة طاحنة تتطاير فيها الرؤوس، قالوا لم تقع معركة في المغرب مثل تلك المعركة، يمكن لا قبل ولا بعد، إنما سقط من أصحابنا 12,000، وفي جملة من سقط 400 عالم استشهدوا يومئذ، وعلى رأس هؤلاء العلماء شيخ عمروس ابن فتح المساكني، أبو حفص عمروس بن فتح المساكني رحمه الله، العالم الكبير الذي ترك مؤلفات، والذي دون، الذي نسخ مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخراساني، وعمره ما بين 14-15 سنة، كان يكتب وأخته تملي عليه وسجلها، وبطريقه الوحيد خلصت إلينا هذه المدونة، وإلا المدونة لم نعثر عليها إلا من هذا الطريق، لأن مؤلفها أبا غانم بشر بن غانم الخراساني مر على طرابلس، جاي هو من الشرق، هي من البصرة ومن خراسان، وأخذ هذه المدونة سجلها على 7 من حملة العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، منهم الربيع بن حبيب، ومنهم أبو المهاجر حاتم بن منصور، ومنهم مخلد المعرد والمعرد المخلد الغساني، ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن أبي المؤرج يعني، وأبو أيوب وائل بن أيوب، سجل عليهم هذه المدونة ومر
إلى الإمام عبد الوهاب من المشرق المغرب، مر على طرابلس فترك هذه النسخة عند عمروس بن فتح، لعله كان يعرفه يعني لزمالته في الطلبة أو لزمالة من درسه، لأن أبا عمروس أخذ عن شيوخ، وهؤلاء الشيوخ أخذوا عن حملة العلم عن أبي عبيدة، ولذلك هذه الصلة الكبيرة فتركها عنده، ولعل يكون تعارف به عند رحلته للشرق، وأظن أن رحلته كانت بعد هذه السن، لأن الإمام عبد الوهاب يموت سنة 208 هجري، وعمروس بن فتح يومئذ عند موت الإمام عبد الوهاب عمره 15 سنة، إذن ما بين 14-15 سنة ترك هذه فدونها وخلصت إلينا من طريقه الوحيد، لأنه أخذ نسختين، نسخة تركها عند عمروس ونسخة أخذها أهداها للإمام عبد الوهاب، فبقيت في خزانته المحروسة، ثم عند الكارثة عند نهاية الدولة أحرقت هذه المكتبة المعصومة، فاحترق مع جملة ما احترق فيها. والسنذري إن كانت نسخة في الشرق يبدو أنها لو كانت نسخة في الشرق لظهرت. هذا عمروس استشهد في تلك المعركة وكان عمره 90 سنة وما يزيد عن 90 سنة، ولكنه كان بطل وفارس مغوار، لم يستطعه الأعداء حتى نصبوا له حبائل من الحبال، فتعثر فرسه فسقط فأخذوه أسيرا وقتلوه بالمثل، كان يمثل يقطعون أعضاءه طرفا 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 حتى إذا وصلوا عند العضد أدركته رحمة الله فانتقل إلى رحمة الله. الشيخ عمروس والشيخ أبو ميمون كذلك من العلماء الكبار، ولم ينجو منهم إلا عالمان فقط حضر هذه المعركة فنجوا أو نجيا فقط، وهم أبو الخير عبد الله بن الخير، عبد الله بن الخير الوينزرفي، أو أبو محمد عبد الله بن الخير الوينزرفي الذي عاش بعد هذه المعركة 30 سنة، كان في هذه المعركة عمره 120 سنة وعاش بعدها 30 سنة. والشيخ أبو الخير أبو محمد عبد الله بن خير المنزرفي، أستغفر الله، الشيخ أبو عمر النميلي، لا أبو عمر النميلي هذا من فروع مان، لا الشيخ سليمان بن ماتوس، الشيخ سليمان بن ماتوس هذا كذلك عاش 120 سنة فقط. هؤلاء يعبر عنهم بأصول جذور مانو، لأنهم عاشوا بعدها وبلغوا العلم لمن بعدهم، ولولاهم لانقطع العلم تقريبا. فكر هؤلاء العلماء الكبار الذين درسوا عند هؤلاء جذور مانو ودرسوا عند علماء جبل نفوس، أبو معروف من علماء ويغو، والذي درس عند مهدي الويغوي، ومهدي درس عند أبي دربان بن وسيم، وأبان بن وسيم درس عند أبي خليل الدركلي، وأبو خليل الدركلي درس عن حملة العلم عاصم السدراتي وعبد الرحمن بن رستم وغيره. أبو معروف هذا وبكر بن قاسم اليراسيني كانوا هؤلاء العلماء في الجبل، بقوا أحياء بعد معركة مانو، ثم بعد ذلك تلاميذتهم، ومن تلاميذهم هذا أبو مسور يسجى بن توجين أو بن يوجين اليراسيني عالم جربة، واليوم جربة تنسب إليه، يقال جربة المسورية، لأنه هو الذي أحيى العلم فيها وردها من النكاث إلى الوهبية، كانوا من النكاث والنكار نكثوا بيعة عبد الوهاب وأنكروا إمامته، وانتشر فيهم هذا الأمر على يد خاله
نسيت اسمه عبد الرحمن بن كذا، ولكن لما جاء أبو مسور من الجبل أخذ العلم عنها عن هؤلاء الفطاحل، ردها من النكارية إلى الوهبية، وما بقي منهم إلا فرقة كانت تسمى النكار، ثم تحولوا من مذهب لباضي إلى المالكي، فأطلقوا على أنفسهم محبوبين، يعني عكس النكار، تحولوا مالكية فأطلقوا على أنفسهم محبوبين، واليوم معروف يعني حارة المحبوبين معروفة، مالكية كانوا نكار، وأما الباقي كل جربة انتقلت الإباضية الوهبية على يد أبي مسور يجبني توجين اليراسمي. وأبو مسور هذا الذي أخذ كما قلت العلم عن أبي معروف وعن جذور مانو وعن بكر بن قاسم اليراسيني، ابنه أبو زكريا فصيل كان عالما مثله، مثل أبيه أبو زكريا فصيل بن أبي مسور، هذا هو الذي تعلم عنده أبو محمد عبد الله بن بكر، أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطاي مؤسس الحلقة، تعلم عند أبي مسور، وأعتقد أنه أدرك شيئا من أبي القاسم الحامي، فانقلب من ذلك من تلك الديار سائحا في الأرض، وله مدرسة متنقلة إلى ديارنا هذه، كان في ديار سوف، ثم أصبح بعد ذلك ثم كأسس حلقته في وادي أريغ في مكان يسمى تنسلي، وأجلو قرية ما بين أجلو تنسلي، واليوم يطلق عنا عليها بليت عمر، فأسس حلقة العزابة هنالك سنة 409 هجري في غار موجود إلى الآن يزوره الإخوان، ويسمى الغار التسعي، الغار التسعي موجود في السير، ونستوى أبي بكر الورجلاني ولا سيار درجيني كان الشيخ أبو الإخضام رحمه الله مرة أشكل عليه الأمر واستدعاني وقال لي أجد في كتاب السير الغار التسعمي، مش معنى الغار التسعمي، نحن لا نعرف غار سنة 900، فقلت فراجعت أنا النسخ، راجعت ما عندي فقلت لا يا شيخ الغار التسعي مش 900، والناس إذا كانوا في القرن لا يدونون تاريخهم بالقرن، لا يدونون تاريخهم بالسنة، احنا مثلا نقول مثلا سنة 32 13 لما كنا 16 نقول سنة 32 توفي الشيخ القطب الطيش رحمه الله، وسنة على رأس القرن على رأس القرن سنة 1401 في أوائل مات الشيخ بيوض رحمه الله، نؤرخ بالعام إذا كنا في وسط القرن لا نحتاج إلى التأخرية، إنما هو الغار التسعي، قال صح والله صواب الغار التسعي، لأنهم هم في ذلك العام في ذلك القرن في القرن الخامس، لا يقولون القرن الرابع ولا يقولون عام تسعة، وهذا الغار غار تسعة الغار التسعي 409 هجري، فتأسست هذه الحلقة مع المشايخ الموجودين في ذلك الوقت، مع الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطاي، وقال فيها صاحب الطبقات درجيني العالم أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد بن سليمان بن يخلف التميجاري رحمه الله، قال أكرم بملاقات ولا أكرم بمصاهرة بين العائلتين البكرية والمسورية، بين العائلة البكرية والمسورية أكرم بها من خطبة، أكرم بها من مصاهرة تركت لنا هذا الأثر، لأنها كان أعضاؤها الأول كان فكر فيها أبو عبد الله محمد بن بكر، وفكر فيها أبو زكريا فصيل بن أبي مسور، فهما عائلتان بكريم، وكان من أعضائه الأول
اثنان من البكريين واثنان من المسوريين. أما البكريون محمد بن بكر وابن أخيه يحيى بن أبي بكر بن بكر بن أبي بكر الفرسطائي، ومن المسوريين زكريا ويونس أبو القاسم زكريا بن فصيل بن أبي زكريا فصيل، وأخوه يونس بن أبي زكريا فصيل كان معه فأسسوا هذه الحلقة، ومعهم ثمانية علماء آخرون، منهم أبو مشبر بن توزين، ومنهم جابر بن سدرمان، ومنهم كباب بن مصلح، ومنهم أبو الخطاب عبد السلام بن منظور أو بن منصور، ومنهم على كل حال هؤلاء الأثنى عشر العلماء المشايخ الذين كونوا هذه الحلقة لتكون عوضا عن الإمامة المفقودة بعد أن مضى قرن كامل في المحاولة، ولكن المحاولة لم تنجح آخر الأمر فكونوا هذه الإمامة، فهي هذه الإمامة التي نسير على ضوء مسيرتها، لأنها اقتبست من مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول له إمامة كتمان في مكة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم بعد ذلك لما صار في المدينة كانت له إمامة الظهور. فنحن عندما نأنس من أنفسنا قوة نتخذ إمام الظهور كإمامة أبي الخطاب في طرابلس، وإمامة عبد الرحمن بن رستم والأئمة، وإمامة الجولندة بن مسعود في عمان المعولي، وإمامة خراسان، يعني كانت إمام الظهور. ثم بعد ذلك ربما تنقلب إلى كتمان إذا يعني فقدت القوة وطغى غيرها من الجبابرة، تكون إمامة كتمان على الأقل تكون على أمور الدين، أمور الأمة، أمة الاستقامة في دينهم وتعليمهم وتثقيفهم بالثقافة الشرعية، ثقافة أهل الحق والاستقامة، وعلى حتى على أمور دنياهم، على أسواقهم ومجازرهم وأعراسهم ومآتمهم واجتماعاتهم. وربما هذه الإمامة التي هي إمامة تنسب إمامة كتمان ربما تجد تأنس من نفسها قوة في بعض الأوقات وتقيم أمور الظهور. من الأمور الأربعة المعروفة كما جاء في الحديث الجمعة والفيء والصدقات والحدود، الجمعة والفيء والصدقات والحدود للإمام. الجمعة يقيمها الإمام إمام الظهور، والفيء تقسيم الغنائم بعد الجهاد للإمام، وتوزيع جمع الصدقات الزكوات وتوزيعها للإمام الكبير، وإقامة الحدود للإمام الكبير. هذه الأربعة التي تختص بالإمامة الكبرى، ولكن عندما نجد في أنفسنا قوة قد ننفذ بعض هذه الأشياء كما وقع في التاريخ. فهذا أبو الخطاب عبد السلام بن منصور أو بن منظور من علماء وارجلان، ومن أهل الحق ومن أهل الحلقة، من أعضاء الحلقة الأول، أنس من نفسه قوة فأقام الحدود وأقام الجمعة وقسم الصدقات. لا ذلك لماذا؟ لأننا نجد في القواعد الشرعية الكبرى عندنا أن الكتمان يأخذ من الظهور، وأن الظهور لا يأخذ من الكتمان. إذا كنا في إمامة كتمان كإمامة العزابة، واستطعنا شيئا أن نعمله من أعمال الظهور كإقامة الجمعة وتقسيم الصدقات وإقامة الحدود نقيمه، لماذا لا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولكن العكس لا، إمامة الظهور لا تأخذ من الكتمان. إذا كان إمام ظهور كأئمة الرستميين أو أئمة عمان لا يجوز لهم التقية أن لا يقيموا حدا خشية فلان وفلان وخشية الفتنة وخشية الأعداء، أبدا يجب عليهم ما داموا في إمامة الظهور أن يقيموا الحدود ويقيموا الجمعة
ويقسم الفي إذا كان حرب مع الكفار لا مع الموحدين، ويجمع الصدقات ويوزعونها بيوت المال. هذه الأشياء تكون مع أئمة الظهور، ولا يجوز التحول عنها إلى أمور الكتمان، لأنها تقية ونحن لا توجد التقية تقية الفعل عندنا وعند أئمتنا. استمرت هذه. ثم إن هؤلاء الحلقة الأول اتفق علماؤهم، بعض ممن ذكر في الحلقة وبعض ممن ليس في الحلقة، ولكن علماء اجتمعوا على أن يؤلفوا تأليفا فقهيا بطريقة التعاون بطريقة جماعية، فألفوا ديوان العزابة في غار أمجمج في جربة. أمجمج موجود إلى الآن وزرناه، غار سرداب تحت الأرض، دهليز نتفزع عندها تفزع، إنما تفزع سنتورغت بسي في دهليز لا موجود الآن في غار أمجمج، ألف عام من ذلك الوقت. فألفوا ديوانا بالتعاون في أوائل القرن الخامس الهجري. ثم إن هؤلاء أكثرهم قتل، قتلهم ناس ظالمون استولوا على تونس وطرابلس وقتلوا، وحتى ذلك الديوان فقد، لسه ندري إذا كان مدفون في الأرض ولا شيء، نحن نطمع النثر. ولكن في أواخر القرن الخامس ألف ديوان آخر ألفه جماعة من العلماء، وهو ديوان الأشياخ، وهو الذي موجود عندنا في 25 مجلد، مجلدات ليست كبيرة لكن 25، وهو من الأمهات التي استقى منها صاحب النيل كتابه النيل الشيخ عبد العزيز الثميني رحمه الله، من الأمهات التي استقى منها النيل ديوان الأشياخ، مسند الربيع بن حبيب، مدونة بغانم بشر بن غانم الخراساني، وديوان الأشياخ، والإيضاح للشيخ عامر الشماخي، والقواعد للشيخ إسماعيل الجيطالي. هذه هي الأمهات التي أخذ منها النيل، كتب النيل. هذا الديوان ألف في أواخر القرن الخامس الهجري وسمي ديوان الأشياخ علماء، والذي تولى كتابة الديوان الأول ديوان العزابة هو أبو عمران، أبو عمران موسى بن زكريا من أهل تجديد، وتجديد في جمعة ولا تزال تسمى تجديدين، ولعلها كانت قرية واحدة تجديد ثم تعددت فسميت تجديدين، كما وقع في تمست ما بين تبقورت وبليت أحمر، كانت قرية تسمى تمست ثم تعددت هذه القرية فسميت تمسين أو تمسين على لغة أهل وادي ريغ، صيغة الجمع عندهم هكذا تمسين. هذا من أهل تجديد، هو الذي تولى كتابة هذا الديوان، قال نسب إليه لفضل البنان، وإلا فهو كغيرهم كغيره من العلماء. هذا الديوان الأول سمي الذي نسب إلى ديوان العزابة ونسب إلى أبي عمران موسى بن زكريا من أهل تجديد. أما الديوان الأخير دائما في القرن الخامس وهو ديوان الأشياخ، فقد قام بكتابته وعرضه على الإخوان أبو العباس أحمد البكري، أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرصطاي رحمه الله، ونسب إليه أيضا لفضل البنان أبو العباس أحمد بن بكر. وسأقرأ عليكم مؤلفي الديوان، الديوان الأول والديوان الثاني. لونه مضعف. كان الديوان الأول في أوائل القرن الخامس، والذين ألفوه وسمى ديوان العزابة، ديوان العزابة الذي ألفه سبعة من الفقهاء في غار أمجمج بجربة، فهم أبو عمران نبدأ به لأنه الذي كتب تولى الكتابة، موسى بن زكريا
من أهل تجديد. أبو عمر النميلي هذا من فروع مانو، من الذين أخذ العلم عن جذور مانو، أخذ العلم عن أبي محمد عبد الله بن الخير ونزرفي وعن سليمان بن ماطوس، فحضر في هذا الوقت، فكان عضوا في حلقة العزابة، ثم ألف الديوان في أوائل القرن الخامس الهجري، واحسبوا من 283 إلى 400، نقولوا شو 9 واللي فات بعد 9، نقولوا احنا 412 415 413، من 283 إلى 413 قديش؟ نعم، ها هو نقولوا إلى 383 هذا 100 عام، زيد لها من 83 إلى 13 30 عام، 130 عام. وتعجبوا، هذا عاد كان حد يبي العلم سواسي يعني يشارك في معركة مانو 283، يشارك انت في حلقة العزابة وفي تأليف الديوان 413، هذه بركة. 130 عام دعا التلميذ الشيخ السنداي، ربي سبحانه وتعالى يطول صن عمر نصن حتى ينقلوا الأمانة إلى من بعدهم، وهذه كرامة. مين منكز العلماء يقل وقت سني طول ربي العمر نصلي العلمين. أبو عمر النميلي عاش 130 سنة، سليمان بن ماطوس عاش 120 سنة، أبو محمد عبد الله بن الخيل والزرفي عاش 150 سنة، وإلا كونوا هموني كيف دعوني التلميذ وني 130 عام، أدي حضر صديق الفكرس ولي اللي يخرف الخال الفكرس اللي يصدق في تأليف ديوان العزابة أبو عمر النميلي. عبد الله بن منوج كذلك، عبد الله بن منوج وني أخذ العلم خاطئ عن جذور مانو، أخذ العلم عن علماء الجبل قبل معركة مانو، قبل معركة مانو. عبد الله بن منوج أبو نوح أبو محمد عبد الله بن منوج، ومنهم يقول ابن منوح، يمكن ابن منوح، صعد إلى الجبل قبل معركة مانو، فأخذ العلم عن أبي معروف وأبي ميمون وعمروس بن فتح، ومعه أبو مسور طلع إلى تلك، وعنده قصة في طلوع الجبل، ما الله غالب الوقت يطول، وإلا حكينا سبب طلوعه ورجوعه ثم رجوعه ثم رجوعه ثم رجوعه حتى قعد للإفتاء. هذا أبو محمد عبد الله بن أيوني خاتم من جذور مانو، أخذ من أهل الجبل قبل معركة مانو، وحضر لابد يكون عاش عمر طويل. عبد الله بن منوح أو بن منوج. أبو زكريا يحيى بن جرناز النفوسي، أبو زكريا يحيى بن جرناز النفوسي، وجابر بن سدريمان وني حضر في الحلقة، تأسيس الحلقة وحضر في تأليف الديوان في غاري مجماج. أنا أبو عمر النميلي عبد الله بن منوج، جابر بن سدريمان، كباب بن مصلح هذا كذلك من أعضاء الحلقة ومن مؤلفي الديوان، كباب بن مصلح. أبو مجبر طوزين أبو مجبر بن طوزين هذا حضر في من أعضاء الحلقة الاثني عشر ومن مؤلفي الديوان، أبو مجبر بن طوزين اليراسيني عندنا مؤلف الديوان، ونسب إلى أبي عمران لفضل البنان، وإلا البنان يعني خاتي البنان وإلا فهو كأحدهم في البيان. وأما ديوان الأشياخ فهو في القرن الخامس في أواخره، أواخر القرن الخامس، وهو كما يلي 9 مؤلفين، يخلفتن ابن أيوب النفوسي المسناني، يخلفتن ابن أيوب النفوسي المسناني، محمد بن صالح النفوسي المسناني كذلك، محمد بن صالح النفوسي المسناني، ومن قنطرار يوسف بن موسى
قنطرار جنوب تونس، ولكن يبدو أنه كان يتردد ما بين هذه الديار. خطروني أنت ميس من ميس مؤلف نجن من مؤلفي ديوان العزابة، ميس من ميس أبو عمران، أبو عمران ماشي، أبو عمران زكريا ابن أبو عمران موسى بن زكريا، وني موسى بن عمران بن أبي عمران موسى بن زكريا، هذا ابنه ابن واحد من مؤلف، ولكن ينسب من أهل تجديد جامعة، ولكن هذا ننسبه ابن ابنه إلى قنطرار جنوب تونس، لأنهم كانوا يترددون من تلك الديار. ليست هنالك حدود جغرافية وجوازات ودخول، لا ولا شيء، كلهم كان وطن واحد. هذا موسى بن زكريا ابن عمران ابن أبي عمران موسى بن زكريا من أهل تجديد، ولا تزال قرية في جامعة كبيرة تسمى سيد عمران، يعني نسبة إلى هؤلاء المشايخ قبورهم مقبورين هنالك. وقد كنت أنا هناك في جامعة في الأسبوع الذي قضى رمضان، وأتاني واحد ممن ألف أطروحة في تاريخ تلك المنطقة وسألني عن العلماء، قلت والله مذكورين عندكم، منين انتقل من سيد عمران؟ قلت هذا منسوب إلى أبي زكريا أبي عمران موسى بن، ولا إلى ابنه عمران أبو موسى أصحاب الديوان موسى بن عمران، وكثير ما نجد أسماء مشايخنا، سيد عبد السلام كذلك، عبد السلام من علماء وادي ريق، مرت وذكر داني من أصحاب الديوان، ولا تين سليمان، هو سيد سليمان، لا هو تين سليمان، رملة الطبلي من تين سليمان التي ينسب إليها أبو العباس أحمد الوليلي أو أحمد الويلولي، التي نزلت عليه الحور العين في ليلة من ليالي رمضان في رملة الطبل من تين سليمان، واسموه الآن سيدي سليمان تحريف. زيد ومن قنطرة، وأنا من أنا أبي عمران موسى بن زكريا المزاتي، إيه ابن عمران بن أبي عمران موسى بن زكريا المزاتي، ومن أريغ الشيخ عبد السلام، عندوني سيد عبد السلام كذلك معروف عندهم، الشيخ عبد السلام بن سلام وجابر بن حمو، جابر بن حمو كذلك معهم، وسابعا الشيخ إبراهيم بن أبي إبراهيم، معروف أبوه أبو إبراهيم من العلماء الكبار، والعباس أبو العباس البكري، أيدوني إلا أن تولى كتابة الديوان، أحمد بن محمد بن بكر ابن مؤسس الحلقة، أحمد بن محمد بن بكر يسمى أبو العباس البكري، والشيخ إسماعيل بن يدير، الشيخ إسماعيل بن يدير هذا من علماء ورجلان، وله قصة كذلك وكرامات. هؤلاء التسعة الذين ألفوا ديوان الأشياخ في أوائل في أواخر القرن الخامس الهجري، بعد أن قعدوا رحمة الله عليه، بعد أن قعدوا الحلقة واستقرت بهم الأمور في تلك الديار، حينئذ فرغوا للعلم، فرغوا للعلم وألفوا هذا التأليف الجماعي الذي هو مفخرة للإباضية، ما لا نعرف قبل هذا التاريخ، قبل 400 أوائل القرن الخامس 410 و15 لا نعرف تأليف جماعي هكذا بهذا النظام ديوان. ثم في أواخر القرن الخامس حوالي 470 460 ربما 70 نجد كذلك هذا التأليف الجماعي المشرف، ولكن مع الأسف ديوان الأشياخ باقي، ديوان العزابة مفقود، ولسنا ندري لعل يعثر به هنا وهناك وحتى على بعض أجزائه، ولعله في بعض مكتبات أوروبا، لشان لقن فرصوص ماشي يوزن الشيخ أبو الإخدان رحمه الله، فرصوص باش كسي كله في مكتبات أوروبا على المخطوطات الإباضية، أزنا استكردا الشيخ أبو الإخدان أربع صفحات ننسوني تليتوزن الشكل با المخطوطات الإباضية إلا يمشي مع بنات باريس براء أبراء تخاطي، هذه كلها قضية مختلقة وليقع موقع،
وإنما كان دافع عن نفسه ما هو أعظم من هذا، اختلق هذه الحكاية. إنما نكتة فقط، معليش حتى ولو سجلناها عادية معليش. وحكاها الشيخ بيوت، قال والله كذبوا علي، وقالوا الشيخ بيوت تنوى، قال والله بولادة لمجرد نرأوا كما، وقال والله هذه سكرتيرة في مكتب، أنا سألتهم عن مخطوط بعض، قالوا لي والله لا يوجد هذا المخطوط عندنا، يمكن في مكتبة كذا، عرفوني ولكن ما أدركش. قالوا استنى السكرتيرة تخلص عمل تمشي توريك المكتبة. قال مشت معايا باش توريني المكتبة، ورأى الميزابيون وكتبوا رسالة 4 صفحات للشيخ أبو القمان، هذا اللي بعته لي ليفتش عن مخطوطات، رأى التعارف مع بنات باريس، ورأينا وري العين يمشي معهن في الشارع برابرة. وهي كلها قضية قصة مختلقة ولا شيء، ولا غفر الله له. بركات اليوم عندني أنا ندرك، علمت لن يعود في أواخر القرن 5 وتأليف الديوان، ومن بعد على كل حال إن شاء الله والله موفق الحمد لله. اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، وأجرنا من أن يشتبه علينا أمر ديننا أو دنيانا فنتبع هوانا بغير هدى منك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. أغني رحمة ربي خطرنا نذكر مشايخنا بخير، ونرتى رحم عن يوضن الدين في فلسنسن، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله. أكون وجهاد نصن بالعفار نصن، وتعرض للأخطار وعند التول الخير ولاش تعرضوا للأخطار اللي غيبير. Thank you.